لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي أعلنت عن تجديد عقد البوركيني سعيد سيمبوري مدافع وسط الفريق لمدة موسمين قادمين، وده بناء على رؤية من طارق مصطفى المدير الفني للفريق. ميار شريف ودعت أولمبياد باريس 2024 بعد الخسارة أمام كارولاين فازنياكي الدنماركية بنتيجة 2-1 في مجموع الأشواط، وتودع المنافسات من الدور الأول. منتخب الفراعنة للطائرة الشاطئية خسر أمام منتخب البرازيل بنتيجة 2-0 بالجولة الأولى من منافسات الطائرة الشاطئية بأولمبياد باريس 2024، واللي هتتلعب الفترة من 26 يوليو الجاري لحد 11 أغسطس المقبل. ملك حمزة صاحبة ال 18 عام ودعت منافسات فردي سلاح الشيش من دور ال 32 بعد الخسارة من لاعبة ألمانيا 15-3. كمان خسرت يارا الشرقاوي لاعبة منتخب سلاح الشيش من بطلة الصين بنتيجة 15-5 في دور ال 32 بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. سارة حسني لاعبة منتخب سلاح الشيش كمان خسرت من بطلة إيطاليا بنتيجة 15-5 في دور ال 32 بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، لتودع منافسات الفردي. اللاعب محمد حمدي لاعب منتخب مصر للرماية ودع أولمبياد باريس 2024 بعد تحقيقه المركز 23 في منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء رماية للرجال. نجح عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة في التأهل لمنافسات دور ال 32 بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وده بعد فوزه على اللاعب فابيو بطل مدغشقر في دور ال 64 بنتيجة 4-1. كمان البطلة المصرية دينا مشرف لاعبة تنس الطاولة اتأهلت لدور ال 32 بمسابقة الفردي بعد اكتساح بطلة اسبانيا ماريا شاو بنتيجة 4-1. الاتحاد المصري للفروسية أصدر امبارح بيان رسمي بشأن تفاصيل تحمل تكلفة الفارس نائل نصار وطاقمه في أولمبياد باريس 2024، وأوضح الاتحاد في بيانه أن نائل نصار وجميع طاقمه يقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الفارس هو من تحمل تكلفة نقل الحصان من أمريكا إلى فرنسا بطائرة خاصة. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود دلوقتي لشاذلي لتكملة فقرات صباح الخير يا مصر. عودة ليك مرة تانية يا شاذلي. شكرا لك هلا.